صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ونروح دلوقتي لمركز الإبداع الفني اللي استضاف امبارح اللقاء رقم 12 من سلسلة أرواح في المدينة للكاتب الصحفي الأستاذ محمود التميمي، اللي بيرصد تاريخ الإنشاد الديني في مصر من خلال مجموعة من الأصوات الملائكية اللي ارتبطت بليالي رمضان. خلونا نتابع هذا التقرير الخاص لصباح الخير يا مصر. مصر معروفة بتاريخها الكبير في الإنشاد الديني، وصفحات التاريخ مليانة بالأصوات العظيمة اللي ارتبطنا بيها خاصة في ليالي شهر رمضان. فمين فينا مش بيسمع بتهليلات الشيخ سيد النقشبندي ومولانا الشيخ طه الفشني وغيرهم كتير؟ ولأن مهم جدا نعرف التاريخ ده، استضاف مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا اللقاء ال 12 من سلسلة أرواح في المدينة، اللي بيأتي في إطار التعاون بين مشروع القاهرة عنواني بالمجلس الأعلى للثقافة وبيت المعمار المصري التابع لقطاع الصندوق، واللي تناول اكتشاف تاريخ الإنشاد الديني وارتباطه بليالي رمضان في مدينة القاهرة. سلسلة أرواح في المدينة هو مشروع متميز جدا، هو بالتعاون مع بيت المعمار المصري. المعمار والعمارة والتاريخ والشخصيات والأحداث كلها تمثل مجتمع متكامل في الماضي، يمثل تراثنا وتاريخنا المهم جدا. وده جزء من أهداف صندوق التنمية الثقافية، أنه هو يستعيد التراث بكل تفاصيله، سواء كان في العمارة، في التاريخ، في الفن، في الأدب، في النهاردة حتى في المقرئين بمناسبة شهر رمضان. يعني اللقاء حتى عن الإنشاد الديني، وعن يعني أشهر من غنوا للسماء، ويعني أعظم مطربين، أم كلثوم بدأت تقرأ القرآن. وهذا مشروع مهم جدا، يعني يحظى بدعم كبير من صندوق التنمية الثقافية، ويعني نتمنى استمراره، ونتمنى أنه هو يتوسع وينتشر أكثر في تقديم كل الرموز. فكرة التاريخ لمدينة القاهرة بشكل غير تقليدي، مدينة القاهرة هنا كرمز للمجتمع المصري، تطور هذا المجتمع، علامات العمق في الشخصية المصرية اللي محتاجين احنا نأكدها عشان برضو نقدر نعرف أولادنا بتاريخ بلدهم بشكل حقيقي مش بشكل مزيف، ان احنا نوصل رسالة عن الإبداع المصري في آخر 150 سنة أو 200 سنة، توضح قد ايه هو كان رائد، توضح قد ايه هو كان جذاب، مش مجرد ماده تاريخيه يعني ثقيله. لقيت طريقي في ده انه من خلال أرواح في المدينه بارشيف الصحافه المصريه بالافلام المصريه القديمه، هو ده اللي بيعرفنا ازاي كنا موجودين، ايه اللي حصل قبل كده، وازاي الحاضر بتاعنا فيه مشكلات محتاجه تتحل نتيجة ما جرى من قبل، وإزاي مستقبلنا يكون بلا هذه المشكلات. ده نقدر نعمله من خلال عروض ثقافية فيها فكرة زي أرواح في المدينة. الندوة أنا يعني دعوني للتكريم عشان عملت دور الشيخ سلام حجازي، وكمان عشان الأصول والجذور صوفية وفي الإنشاد الديني من زمان. إحنا لو نرجع للإنشاد الديني هنرجع للإنسان البدائي خالص، يوم ما دعا ربه ونجاه، ابتهل، أنشد لربنا سبحانه وتعالى. فالإنشاد الديني لأي ديانة، مش للدين الإسلامي فقط، كلهم أنشدوا لربهم. اللقاء شهد حضور جماهير كبير جدا من المهتمين والعاشقين للإنشاد الديني، وسط حالة من الاستمتاع بتاريخ وذكريات وأصوات عظماء مصر في الإنشاد الديني. الحقيقة الندوة النهاردة كانت مخصصة أكثر بمناسبة الشهر الفضيل، شهر رمضان، لموضوع الإنشاد الديني وموضوعات مختلفة لها علاقة برمضان وأجواء الشهر الرمضاني. واتكلمت الحقيقة عن الإنشاد الديني عموما وتطوره في من نشأته من القرن ال19 لحد يعني أفول عصره الذهبي بالسبعينات تقريبا، يعني أو نقدر نقول 20 سنة فاتوا. مما لا شك فيه أن هذه الندوة أو مثل هذه الندوات تثير في الإنسان أمرا عظيما وتجعله يحلق مع هؤلاء، وأنا لي تجربة خاصة في ذلك. فأنا من دمشق ولي ابن عم
اسمه الشيخ حسن أديب رحمه الله، كان ضريرا ولكنه كان مبدعا في هذا الإنشاد. أنا متابع سلسلة أرواح في المدينة من ساعة ما بدأت، وهي سلسلة جميلة جدا بتحاول تربط الشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر وبالمدينة بالقاهرة وبالمعمار، فبنعيش مع الشخصيات دي من خلالها، بنشوف القاهرة كانت عاملة ازاي زمان، سواء كممثلين او كشخصيات عامة. بالنسبة للنهاردة اللقاء ده مناسب جدا للأجواء بتاعة رمضان، لأنه بيتكلم عن المنشدين والمقرئين، والذكرياتنا مع رمضان مرتبطة في ذهننا بالفترات دي.